نحن الآن في الطريق إلى عاصمة فلسطين المحتلة. بالنسبة لي هذه أول مرة سألقي فيها نظرة على القدس من خارج نافذة الخيال، ومثل معظم الفلسطينيين صورة القدس في ذهني صورة متخيلة، هي المدينة التي لم يسبق أن زرتها من قبل. هذه الإرشادات المكتوبة بثلاث لغات لتسهيل وصول الناس إلى القدس، لو فكر سائق فلسطيني باتباعها سيدفع حياته ثمنا لذلك. لا نستطيع الاسترشاد بالشاخصات، ولا نستطيع الوصول إلى القدس عبر الحواجز الإسرائيلية لأننا لا نملك تصاريح دخول. المغامرة بالقفز عن الجدار الذي يطوق المدينة ربما تنتهي بالقتل. إذن لم يبقى للفلسطينيين سوى طريق واحد لزيارة القدس. وصلنا إلى المكان الذي يمكن للناس من خلاله الإلقاء نظر على القدس. هذا المكان في قرية العبادية قرب بيت لحم. من هذه النقطة تتوقف السيارات هنا في هذه المنطقة ويلقون نظرة على قبة الصخرة. ما يمكن مشاهدته من القدس من هذه النقطة فقط بعض المباني والصحن الذهبي. الناس يأتون هنا لمشاهدة الصحن الذهبي لقبة الصخرة المشرفة. هنا فتيات فلسطينيات من الإكوادور يزورن فلسطين لأول مرة، ورغم أنه متاح لهن دخول القدس كأجنبيات إلا أنهن جئن إلى قرية العبادية لرؤية القدس بعيون الممنوعين من دخولها. أستطيع الوصول إلى القدس، لكني أردت تجربة إحساس الناس الذين لا يستطيعون ذلك. أنا حزينة جداً لأني رأيت الناس يتعذبون هنا لكي يشاهدوا شيئاً من حقوقهم التي لا يستطيعون الوصول إليها. لا، النظر إلى القدس من بعيد ليس كرؤيتها عن قرب. هذا فلسطيني مقيم في السعودية منذ 40 عاماً، سيلقي نظرة وداع ثم يسافر. شايف إشي من هون؟ ما شاء الله. شايف القبة يا خالد؟ سبحان الله. نعم. نعم. هذا منتهى ظلم في الأديان. إحنا الإنسان إذا كان بتشدقوا كل الغرب بموضوع الأقصى والقدس والديانات، إحنا أكثر ما حافظنا على ديانات. الديانات السماوية كلها سواء اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية. قبل قليل وصل ثلاثة باصات فيها طلبة مدارس، توقفوا هنا لإلقاء نظر على القدس من هذه النقطة، لكن رفضوا الحديث مع الصحافة بسبب إجراءات صارمة من وزارة التربية والتعليم تمنع المعلمات وطلبة المدارس من الحديث مع الصحفيين بدون إذن رسمي، وبالتالي كان بالإمكان أن يعبروا هم بطريقة أفضل عن رؤية القدس من هذا المكان. إحدى المعلمات بكت وهي تنظر إلى قبة الصخرة من هذه النقطة، تقول أنها لا تستطيع دخول القدس ولم تدخل القدس في حياتها، وبالتالي بكت لكنها رفضت التصوير بسبب إجراءات صارمة من وزارة التربية والتعليم. سوف نقترب أكثر تحت الشجرة، شجرة القدس، لنشاهد ما الذي يقف الناس لرؤيته من هذه النقطة. تعرف منطقة العبادية هي منطقة مطلة على القدس، وبقول لك منطقة العبادية هي بوابة القدس الجنوبية، فبتبين قبة الصخرة من المنطقة من هان من منطقة العبادية. فكثير في ناس بقدروش يصلوا للقدس وبقدروش يتخطوا الحواجز ويتخطوا المعابر ويتخطوا الجدار، فبيجوا من هون بيشوفوا المسجد الأقصى وبيشوفوا قبة الصخرة بتبين من هون بتصوروا معاها. يأتي الناس إلى هنا لمشاهدة رمز يدل على القدس، وليس كل القدس ولكنه رمز يدل على القدس. يسألون من أين يمكن أن نشاهد قبة الصخرة، فيأتي بهم أهل القرية إلى هذا المقعد وينظرون من هنا مباشرة، يشاهدون صحن ذهبي لامع ويشعرون كما قالوا بسعادة أنهم شاهدوا القدس من هذا المكان. على أرض الواقع يجري الفلسطينيون وراء المعنى البصري لعاصمتهم بعد أن فقدوا المعنى الجغرافي لها، لكن حتى هذه النظرة غير مضمونة الاستمرار، لأن مخرز الاحتلال ياما فقع عيون الفلسطينيين. من بلدة العبادية المطلة على القدس، عميد شحادي، وكالة وفاة.